السلام عليكم الأخوات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وبأتم الصحة والعافية. اليوم مع فيديو سبيسيال، أنا في الغالة اللي منظمها مونة التاويل مع مونة المنشدة للاحتفال بعيد ميلاد مونة التاويل. أختي مونة، كنقول لك من هاد لا فيديو عيد ميلاد سعيد بكل ما كتمنى يا ربي. الله يحقق لك جميع الأماني، والله يرزقك من حيث لا تحتسبين، والله يسر لك الأمور ديالك. الإنسانة غزالة الأخوات، الله يعطيها أكثر من اللي كتمنى وكثر من الزين اللي في نيتها. الله يسر لها جميع الأبواب ديال الخير، الله يفتحهم في الوجه ديالها يا ربي. كتعاون مع بنات الناس، والله يجيب اللي تعاون معها ويسر لها حتى هي. كيف ما تتشوفوا معايا، أنا كنشارك معاكم تفاصيل بعض التفاصيل ديال القاعة. قاعة كانت في المستوى، الاحتفال كان جد رائع. شكرا مونة بزاف، شكرا مونة المنشدة بزاف على هذا الاحتفال، كان في المستوى. خرجنا ناشطين بزاف وعجبنا الحال بزاف. كيف ما غادي تشاهدوا معايا في هذا الفيديو، أنا حاولت ما أمكن أني ما نشدش الناس، كان حاولت نشد لكم تفاصيل ديال القاعة أكثر ونخلي لكم تشوفوا الأجواء ديال النشاط اللي كنا فيها. خليكم على الفيديو، كاين الاحتفال بمونة بعيد ميلادها إن شاء الله. نتمنى أنني نكون قلت لكم هذا الشيء على أتم وجه. خلال هذا الحفل في واحد لوكوان، واحد السيده حطت بعض يعني السلعه ديالها كيف ما كتشوفوا، لبسات روميين تقداو من عندها الناس. اللهم يسر، اللهم بارك. كيف ما تتشوفوا السلعه عندها زويونه تاهي ومنوعه بين البلدي وبيجامات. وكذلك حطيت انا هاد السجادات اللي الحمد لله شديتهم كوموند. كيف ما كتشوفوا صراحه راهم رائعين وفنين. اللي بغات شي حاجه مرحبا الاخوات. كيف ما غتشوفوا انا نخلي لكم يعني العنوان ديال الانستغرام وفيسبوك واليوتيوب وتيك توك، مرحبا بكم. راه يطلعوا فنين فنين فنين، وبالنسبه للثمن راه الثمن جد جد مناسب. كيف ما تتشوفوا معايا هما التفاصيل، اللي بغات شي حاجه سكريني وتصيفط ليا تهضر معايا، وان شاء الله ما يكون غير خاطره. وخلال هذا الحفل الاخوات، الاخت مونة جابت لنا النقاشه، كتنقش اللي بغات كتنقش ليها، ونقيشها تبارك الله غزال. شوف
وكان واحد ديفيلي ديال واحد المصممة والخياطة والمبدعة أمال جوهرة آية. بالنسبة لرقم الهاتف الأخوات 06-55-86-89-63 نعاود دعوي
تجري وتبيع من حلال اليوم وليت تنطلع عرض كبار اسواق سالم ديال المغرب كله مشينا لقنيطره مشينا لكازا مشينا شحنا تنموت عليك باش عمركم بيتي ديال البيضاء يعني عمركم تيأسوا وتقولوا ما كاينش اللي يعاوننا انا نهار بديت كم فرقه نسائيه وما كاينش مديه يد المساعده ابدا ولو غرام كانوا دعاوي الوالده ديالي الله يحفظها ويخليها ليا هما اللي كانوا معايا وكنت نحس من واحد لا ديبرسيون راه الاغلبيه ديال الناس اللي كيعرفوني عارفين قصتي فمشيت لهذا الشيء ديال المجال ديال المديح والسماع وتعطاني العيساوي من عند الله ما اختاريته ما هو اختارني سبحان الله هاد السيده الناس كانوا كيقلبوا عليها باش يتلاقاو معاها هي قلبت عليا منى الناس كيقلبوا يتلاقاو معاك انت انت صونيتي عليا قول لهم شكون منى قول لهم انا منى شوفوا راه ربي قال لك اني اعلم في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا والله ما تيأسوا تهلاو في والديكم حبوا العمل ديالكم خلصوا لوجه الله كونوا بحال منى نحن رمضان قال الله يعاونك سيري رمضان غنديروا لها الدخل دابا غير سيري اختي حنا راه بيضاء والكرام الليلة يا عمري
تشوف معنا الاخوات داروا لنا رفيسه في الغداء، صراحه رفيسه غزاله 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 بزاف بزاف، لا في الحطيطه لا في الديكوراسيون لا في البنه، الدجاج طيب على حق وطريقه. ما نعاودش لكم تبارك الله من داك الشرف، ماشي غير انا اللي قلتها، اقسم بالله العيالات كامل اللي كانوا جالسين معنا في الطبله شكروها بزاف، شكرا والله يسمح لنا من المحمات. شكرا امين.
بجنود بسنا.